هذه الانتخابات قد أفرزت لنا تحالفات جديدة، وقد أفرزت لنا نتائج جديدة، والأهم من ذلك كله هو أن الكرد في المرحلة الحالية قد وصلتهم إشارات. هذه الإشارات هي باعتقادي سوف تكون جدية أمام الموقف الموحد باتجاه القضايا العالقة مع بغداد. اليوم الكرد أصبحت لديهم خارطة طريق أخرى، وبدأوا التحرك عليها من أجل إرجاع الموقف الذي هم عليه من عام 2003، ولحد هذه اللحظة على اعتبار بأن السيد محمد الحلبوسي قد تقاسم بيضة القبان معهم في هذه الانتخابات. والدليل على ذلك أن الكرد اليوم يدفعون بموضوع الحكومة التوافقية أكثر من دفعهم باتجاه حكومة الأغلبية الوطنية التي دعا إليها السيد مقتدى الصدر، على اعتبار بأن مثل هذه الحكومة هي سوف تضعف من إمكانيات وإنجازات ومكتسبات الكرد، وسوف يكون بمثابة انتحار سياسي لهم في حال قبول مثل هذه الحكومة التي دعا إليها السيد الصدر.